تفضل. الأب الدكتور جورج خوري، أخصائي نفساني. أنا من كهنة رعية أبرشيت الجليل في الأراضي المقدسة، وحالياً ومنذ 5 سنوات ساكن في ولاية كاليفورنيا. بالنسبة لرأيي الشخصي بما يتعلق بظاهرة السفنية ومن حولها من عمل ونشاطات روحية وإنسانية، أستطيع أن أقول بحسب المعلومات التي حصلت عليها والتي درستها واستطعت أن أفهمها، فأنا لا يوجد هنالك أي تناقض بين علم النفس والعلوم الطبية وما يحدث. وأستطيع أن أقول كذلك من بعد لقائي مع الأخت والست ميرنا، لدي صورة أوضح الآن بما يتعلق بظاهرة أيقونة السفنية وما يجري مع الأخت والسيدة ميرنا نفسها. هذه الظواهر هي ليست جديدة على تاريخ الكنيسة وليست جديدة على تاريخ البشرية، فكان لدينا على مر العصور والسنوات الفائتة كثير من مثل هذه الظواهر. البعض منها فيما بعد أثبت بأنه كان عمل الرب ومجد الرب الذي عمل من خلال الإنسان، والبعض الآخر ولحسن الحظ وربما لسوء الحظ لم يثبت بأنه كانت ظاهرة فائقة الطبيعة ولم تكن هنالك يد إلهية أو يد السيدة العذراء والدة الإله. بالنسبة لما أعرف كما ذكرت في بداية حديثي، أيقونة السفنية بنظري هي أيقونة عجائبية. لا أتكلم بأنها عجائبية باسم السلطة الكنسية وإنما هذا رأيي الشخصي، وأتمنى بأن في الوقت المناسب الكنيسة ستنطق بما يتعلق بهذا الموضوع. ولعلي حال يعني رأي أغلب الأشخاص الكنسيين الذين أعرفهم هو رأي إيجابي، لأن من وراء هذه الظاهرة توجد رسائل كثيرة ومتعددة تطلب منا كمسؤولين وكأشخاص عاديين بأن تكون هنالك وحدة كنسية. وهذه الوحدة الكنسية لا تعني بأن نلغي طوائفنا، وإنما أن تكون هناك وحدة كنائسية بقلب واحد وتوجه واحد لما فيه محبة الكنيسة وبناء جسد المسيح البشري بالشكل الذي أراده من خلال هذه الرسائل التي تركها وأعطاها هو والسيدة والدة الإله مريم العذراء للأخت ميرنا. الأيقونة هي ذلك الشيء المنظور الذي بنفسيتنا الإنسانية يساعدنا حسب هذه الطبيعة كما ذكرت الإنسانية بأن نرى شيء معين ملموس حتى يزيد من إيماننا، لأن الإيمان كما نعرف وكما تعلمنا من الأناجيل ومن العهد الجديد بشكل عام هو مفتاح الخلاص. فالسيد المسيح قال للمرأة إيمانك خلصك، وصنع عجائب أخرى مع أشخاص آخرين كان مفتاح هذه العجائب أو سبب هذه العجائب إيمان هؤلاء الأشخاص، الإيمان المتواضع البسيط كما نرى في شخصية الأخت والسيدة ميرنا، هذه البساطة الروحية وهذه المحبة الإنسانية وعمل الإلهي من خلالها والرسائل التي يعطيها لها. في الحقيقة عندما رأيت الأخت ميرنا وسمعت لها وسألتها أسئلة شخصية كثيرة، تعلمت بأن ما يحدث لديها هو ليس بشيء عادي، وإنما ممكن أن نعتبره بما يتعلق بالأشياء الغير عادية لا تفسير لها واضح اليوم. ولكن كما فهمت من الطبيب الذي يرافقها بأن هنالك شيء معين لا يوجد لدينا
إجابة له بشكل واضح، وربما وأعتقد وأتمنى بأن يد الرب تعمل من خلالها حتى تصل إلينا رسالة السيد المسيح، وحتى نمجده بالشكل اللائق الذي يليق بصليبه ويليق بالخلاص الذي أراده للمعمورة بدون أي تمييز. العجائب كما قلت في البداية هي ليست أشياء غريبة عن حياتنا الكنسية وحياتنا الإنسانية، فالرب يستطيع أن يصنع كل ما يريد، فهو القادر ولا يستطيع أحد أن يوقفه، وإذا استطعنا أن نوقفه فهذا يعني بأنه هو ليس الإله والرب الحقيقي. ونحن نؤمن بأن السيد المسيح هو المخلص وهو القادر على عمل كل شيء، وخاصة ما لا يستطيع الإنسان أن يعمله. وعندما قال لنا بأنكم تستطيعوا أن تنقلوا جبل من مكان إلى آخر إذا كان لديكم الإيمان الصحيح، فهذا إثبات آخر. وعندما سئلت عما يجري من بعض الشفاءات التي حدثت مع أيقونة السفانية ومع الزيت الذي نبض عن يدي وجسد السيدة والأخت ميرنا، فإجابتي كانت بأن الإيمان يستطيع أن يغير المعمورة والبشرية، فهذا يعني بأن من يتميز بإيمان صادق يستطيع أن يحصل على خلاص حقيقي. أتمنى بأن تكون رسالتي لكم واضحة، وأتمنى لكم كل خير، ومحبة المسيح أن تبقى في قلوبكم. وشكراً.